يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تقوم به بعض الأندية الرياضية من شراء عقود اللاعبين بملايين الريالات، ما حكم ذلك من ناحية الشرع؟ وهل تحل هذه الأموال لمن يأخذها؟ وهل من كلمة توجيهية في هذا؟ هذا كله من أكل المال بالباطل. وكيف يشترى الإنسان الحر على أنه لاعب؟ كيف يشترى؟ إن قالوا أنه يستاجر، يستاجر على أي شيء؟ هل اللعب فيه منفعة؟ هذا كله لا يجوز. نعم، ومن أكل المال بالباطل. نعم.